السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. هل تبحثين عن طريقة أكيدة تحقق تبييض الأسنان؟ ما رأيك في زيادة بياض الأسنان بالكركم؟ حيث يعرف الكركم بقدرته على صبغ الأشياء باللون الأصفر، لذا فإن استعماله في تبييض الأسنان له أمر مثير للجدل، لكن المفاجأة أن الكركم يستخدم كعلاج طبيعي لتبييض الأسنان منذ سنوات في الهند ومناطق أخرى من العالم. وبجانب تبييض الأسنان، فإن الكركم أيضا يعالج التهابات اللثة ويطهرها. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الخلطة التي ستساعدك على تبييض الأسنان، نحتاج إلى كمية من الكركم أو مقدار ملعقة من الكركم مع ملعقة من الماء لعمل عجينة سميكة. نقوم بخلط الكركم مع الماء حتى الحصول على عجينة سميكة بهذا الشكل كما تلاحظون معي. نستخدمها كمعجون لتفريش الأسنان لمدة 3 إلى 4 دقائق. لا تشطفي الأسنان فورا بالماء، بل يبقى مزيج الكركم والماء في الفم لمدة 5 دقائق. بعدها قومي بغسل أسنانك جيدا بالماء، ثم افركيهما بفرشاة والمعجون حتى يزول لون الكركم الأصفر. وبعدها إن وجدت مزيدا من اللون الأصفر في الزوايا، اغسليها بالصابون فتختفي فورا، وبعدها ستلاحظين بياضا في أسنانك. أعيدي الكرة يوميا، وبعد أسبوع حتما ستتفاجئين بالنتيجة وتحصلين على ابتسامة ناصعة. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة مذهلة لتبييض الأسنان، بحيث هناك منتوج منزلي معروف يمكنه إحداث المعجزة في تبييض الأسنان، وهو بيكربونات الصودا، بحيث أنها تساعد على إزالة بقع الشاي والقهوة والإصفرار الموجود بالأسنان. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، نحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا الموجودة في الصيدلية، ونحتاج إلى قطرات من عصير الليمون. بالنسبة لطريقة التحضير، نقوم بمزج بيكربونات الصودا مع القليل من عصير الليمون، ونقوم بالخلط حتى الحصول على عجين. يمكن وضع هذه العجين على أسنانك بواسطة فرشاة الأسنان أو بواسطة الأصبع. قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة كما تفعل عادة، ولكن ركز على وصول الفرشاة إلى جميع الشقوق والفراغات الموجودة في أسنانك. لا تقم باستخدام الفرشاة لأكثر من دقيقتين، حيث أن بيكربونات الصودا يمكنها الإضرار بطبق طبقة الميناء التي تغطي الأسنان. تأكد أيضا من عدم استخدام حركة جانبية مضرة واستخدام الفرشاة باتجاه عمودي فقط. بعدها قم بغسل فمك باستخدام الماء أو غسول الفم. قم كذلك بغسل فرشاة أسنانك جيدا. قم باستعمال هذه الوصفة كل يومين لمدة أسبوعين فقط، وبعدها توقف نهائيا عن استعمال هذه الوصفة. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة رائعة خاصة بتبييض الأسنان. ترغبين عزيزتي في الحصول على أسنان ناصعة البياض بسرعة؟ جلبت لكم في هذا الفيديو وصفة بسيطة وفعالة لتبييض الأسنان بأسرع وقت. جربيها وسوف تلاحظين النتيجة بعد استعمالها لثلاثة أيام فقط. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، نحتاج إلى العسل، ضروري استعمال عسل النحل، ونحتاج أيضا إلى معجون الأسنان أي نوع تفضلينه. بالنسبة لطريقة تحضير هذه
الوصفه ناخذ كميه من العسل، ملعقه مثلا من العسل، ونضيف اليها ملعقه او اكثر من معجون الاسنان، يجب ان تكون كميه معجون الاسنان اكثر من العسل، ونقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم باستعمال هذا الخليط ووضعه على فرشاة الأسنان، ونقوم بتنظيف الأسنان 3 مرات في اليوم، بعد ذلك نشطفه بالماء، وستلاحظين الفرق بعد الاستعمال الأول وبعد استعمالها لمدة 3 أيام، ستصبح أسنانك بيضاء كالثلج. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. استخدام قشر الموز لتبييض الأسنان هو أحدث موضة بين دعاة العناية الطبيعية بالأسنان. إذا كنت ترغب في تجربة هذه الطريقة الرخيصة والطبيعية لتبييض الأسنان فتابع الفيديو. لملاحظة تغيير في لون أسنانك يفضل أخذ صورة قبل البدء باستخدام طريقة، وبعد الانتهاء بهذه الطريقة يمكنك عمل مقارنة جنبا إلى جنب بين الحالتين. احضر موزة وقم بتقشيرها، يجب أن تكون الموزة ناضجة لأنه في هذه الحالة تحتوي على أكبر قدر من المعادن ولكن ليست بسوداء. قشر شريحة واحدة من الموز تاركا باقي القشر ملتصقا أو متصلا بالموزة. حاول تقشير الموز من الأسفل إلى الأعلى لأن هذا يترك المزيد من المفتول من ثمرة الموز مرتبطا بها. بعدها قم بفرك الجزء الداخلي من القشرة على أسنانك العلوية والسفلى إلى أن تصبح مغطاة بالكامل بطبقة من معجون الموز. حين تصبح أسنانك مغطاة بالمعجون انتظر قليلا ودع معجون الموز يمارس مفعوله السحري لمدة 10 دقائق. حاول أن تحافظ على فمك مفتوح وشفتك بعيدتين على أسنانك، هذا قد لا يكون مريحا لكنه سيمنع معجون الموز من الزوال. ادعك أسنانك بفرشاة بعد انقضاء مدة 10 دقائق. استخدم فرشاة الأسنان جافة وقم بتوزيع معجون الموز على أسنانك. ادعك باستخدام حركات لطيفة دائرية لمدة من دقيقة إلى 3 دقائق، هذا سيساعد على وصول معجون إلى كافة الفجوات والشقوق. بعدها بلل فرشاة أسنانك واستخدمها لتنظيف أسنانك من معجون الموز. يمكنك استخدام معجون أسنانك العادي إذا أردت. قم بتكرار الخطوات مرة كل يوم لمدة 2 أسابيع وسترى النتيجة بنفسك، أسنان بيضاء وبطريقة طبيعية. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة مجربة ومضمونة لإزالة الرائحة الكريهة من الفم. بالنسبة لهذه الوصفة فاحنا كنحتاجو القرنفل، وكنحتاجو كاس من الماء المغلى. يمكن لكم تاخذوا كاس او يمكن لكم تاخذوا قنينة اللي كتكون بالغطاء ديالها. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة، كناخذوا كاس به ماء مغلى وكناخذوا 20 او 30 حبة من القرنفل وكنوضعوها في هذا الكاس اللي به الماء المغلى. كنتركوا هذا القرنفل مع الماء حتى كيطلق. من بعد ما كنكونوا كنغسلوا الاسنان ديالنا بمعجون الاسنان والفرشاة، من بعد ما كنغسلوا الاسنان ديالنا جيدا وكنشللوهم، كناخذوا مقدار كميه قليله من هذا الخليط وكنشللو به الفم ديالنا. هذا الخليط فهو كيساعدكم على إزالة الرائحة الكريهة من الفم وكتحصلوا على رائحة طيبة في الفم ديالكم. وصفة سهلة وجد فعالة حتى مفيدة أيضا بالنسبة للثة. كنتمنى تجربوا هذه الوصفة وتفيدكم.
إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد منه الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.